السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تريمبل كونكت ده برنامج من البرامج اللي بتعمل فتح لملفات البيم زي ملفات الاي اف سي. تقول له انا عايز اضيف مجلد كامل لو انت عندك مشروع في ملفات كتيرة، او تقول له اد فايل وتبدأ تختار الملف اللي انت عايزه. اقول لكم مثلا دوت اوبن، فيبدأ يفتح لك الملف بالشكل دوت. طيب هنختار مثلا الملف اهوت، واقول له افتح لي الملف. لو دوست على الزر الشمال تقدر تعمل اوربت بالشكل دوت، وتقدر تحرك من خلال الزرار ديت، وتقدر من هنا تقدر تشوف العناصر اللي انت عايز تعمل عليها سيلكت. هو بيبدأ يتعمل لها هايلايت هنا، وتقدر تقول انا عايز اشوف ايه العناصر اللي انت عايز تشوفها، او العناصر اللي انت عايز تخفيها، وتقدر تغير اللون بتاعها للون اللي انت عايزه. تقدر منها تشوف تو دو دي الحاجات اللي المفروض انها تتعمل، الصين يعني في شخص معين مثلا هيعمل حاجة معينة، فبتقدر تدي جوبس معينة، ومنها تقدر تقيس اي عنصر انت عايز تعرف الناس بتاعه قد ايه. اهوت الشكل دوت. هو برنامج مجاني تقدر من خلاله ان انت تشوف الموديل بتاعك، تقدر تخليه شفاف زي ما انت شايف. تقدر من هنا تعمل سيلكت بالشكل دوت على العناصر اللي انت تعمل عليها مستطيل كامل، العناصر اللي برضه تقدر تعمل عليها سيلكت في اي وقت.